أستاذ عبد الرحمن، هل يلغي هذا التفاوض أو التواصل مع جماعة الحوثي المسألة القانونية لتصنيف الجماعة هي جماعة إرهابية أم لا؟ مساء الخير لك والأستاذ علي والمشاهدين جميعا. لا أعتقد أنه هناك أي إلغاء لهذا أو مساس للقرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، باعتبار أنه حتى القرار نفسه تحدث عن الجوانب الإنسانية على أنه يستثنى من القرار الجوانب الإنسانية، وقضية المعتقلين والمختطفين هي على قائمة رأس القضايا الإنسانية، باعتبار أنه هؤلاء اختطفوا وتعرضوا للتعذيب وتنتظرهم أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وأقاربهم، هؤلاء بحاجة إلى أن يخرجوا ويعودوا إلى الحرية. لكن وأيضا بالإضافة إلى أنه أيضا يعني واقعيا جميع الدول تفاوضت مع المنظمات الإرهابية، فالولايات المتحدة الأمريكية تفاوضت مع حركة طالبان، تفاوضت كثير من البلدان مع التنظيم القاعدة في قضايا الأسرى وفي قضايا التبادل، وأيضا حتى في قضايا السلام. يعني اليوم أمريكا حاربت سنوات طويلة مع الطالبان وصنفها منظمة إرهابية، ثم تذهب وتتصالح معها وتوقع معها اتفاقيات مكتوبة وأمام القنوات الفضائية، والعالم كله شهد بهذا الأمر. إذن لا يمكن أن يكون هناك أي مساس بالقرار من خلال هذه التفاوض أو اعتراف أو تنازل من قبل الحكومة اليمنية على التصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.